تفضلتم وطرحتم بعض الأسئلة علينا في اليوتيوب، سأحاول الإجابة على أكبر قدر ممكن منها. لنبدأ على بركة الله. السؤال الأول، لماذا تضحك في نهاية كل فيديو؟ يا ساتر، إذا السؤال الأول هيك صراحة، يعني أحب أن أودع كل من أحبهم بابتسامة. لا تعرف، ربما يكون اللقاء الأخير بيننا، فليكن بابتسامة. بموت بالدراما. لا صراحة، لأن الابتسامة صدقة، يعني فلتكن صدقة. محمد غنايم، اسمك ما هو؟ نعم، إنها المخدرات. السائل اسمه يقطين. يقطين، اقرأ الجملة بالعكس تعرف الإجابة. متى سوف تصدر كتابك؟ هنا نقف قليلا. هنا سأسكت قليلا. الكتاب سيصدر قريبا جدا إن شاء الله، هو في مرحلة اللمسات الأخيرة. أعتقد إذا قرأته وأضفته إلى قائمة كتبك ستكون مختلف عن أبناء جيلك، سواء في التفكير أو التحليل أو فهم الأمور. فقد جمعت به بعون الله كل الأفكار التي يجب أن تكون لدى كل شاب مقبل على الحياة أو في خضمها. وذكرت بعض المواقف الحياتية التي لم أذكرها هنا في اليوتيوب، أعتقد أنك ستصدم منها من بعضها، ولكن ستجد بها الفائدة. وأترك الباقي لك ككنز لتكتشفه بعد إطلاق الكتاب وقراءته إن شاء الله. الأسئلة بالتعليقات عميقة جدا لدرجة أني بخاف أسأل. نبحث عن سؤال عميق. ما هو نمط شخصيتك من أنماط الـ MBTI؟ هذا الاختبار بالمناسبة أحبتي في الله، يعني اختبار تحلل من خلالها شخصيتك، بحيث تجيب على بعض الأسئلة وبعد ذلك يخبرونك أي شخصيات أقرب إليك. نمط شخصيتي على الأغلب هو INTJ. أكتب على جوجل اختبار MBTI وأجب على بعض الأسئلة وأعرف شخصيتك. خاطب ولا لا؟ أتمنى ترد على تعليقي، هكون مبسوطة قوي حتى لو هتقوله من غير رد. تابعتك من مصر. لازم نشرب ماي. بعيد عن الخصوصية، ولكن سؤال فضولي أريد أن أسألك، هل أنت مرتبط؟ هل أنت خاطب؟ شو الوضع يا جماعة الخير؟ يعني ما كنت أعرف أن هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لكم. الإجابة بسم الله الرحمن الرحيم، نعم الحمد لله. وهنا أسأل الله عز وجل، يا من تشاهدني، أن يرزقك ويرزقك الزوج أو الزوجة الصالحة، وأن يجعل حياتكم كلها مودة ورحمة، اللهم آمين. السلام عليكم، هل تصافح النساء؟ يعني اعترفنا يا رجل أن خاطبين، لا تخرب علينا. يعني أكيد أصافح بعضهم، يعني خالتي، عمتي، جدتي مثلا. إذا أتعلم من أخطائي بحيث أني ما أكررهاش تاني؟ يعني أعتقد أنك كتبت السؤال والإجابة معا يا نور. الله يسهل عليك يقطين، نفس التفكير. أمزح طبعا، هذا ليس تنمر، يعني أعتقد يقطين كتب السؤال من باب المزح أساس. ماذا تعرف عن متلازمة توريت؟ بالمناسبة أرسل لي أحدكم مرة أن أتحدث عن المرض المصاب به إحدى مشاهير التيك توك، أعتقد اسمه سارة. أعتقد أن هذا هو نفس المرض، وعبارة عن اضطراب يصيب الجهاز العصبي، يعاني المريض منه من تشنجات وحركات لا إرادية، حركات وأصوات يفعلها بشكل متكرر، ولا يستطيع المرضى إيقاف أجسادهم أو منعها عن القيام بتلك الحركات. على سبيل المثال، قد يستمر الشخص أو المريض وميض مرارا وتكرارا، أو يصدر الشخص صوت غريب قسرا وكرها، والأسوأ أن يتلفظ بكلمات سيئة بشكل لا إرادي. وإلى الآن يعني لا يوجد علاج دوائي كامل لهذا المرض، ولكن يوجد أدوية تعمل على تخفيف التشنجات التي تحدث معهم عافاهم الله. ماذا لو عاد معتذرا؟ هذا السؤال أجده على موقع التواصل الاجتماعي، ويكون الأمر به نوع من الكوميديا. يعني الاعتذار من سيم الطيبين، والمسامحة من سيم الكرام. فلو عاد معتذرا لسامحته، لأنني لو عدت معتذرا لانتظرت المسامحة. ما هو اسم هاتفك؟ آيفون 12 برو ماكس. عايزين موقف محرج صار لك أو قصة حزينة بعملك كطبيب. أختك من السعودية، من القصيم، حياكم الله وأهلا بالسعودية وأهلها الكرام. كثير القصص الحزينة التي تمر عليك كطبيب في يومك، ولكن أخبرك آخرها. والقصة حدثت مع أحد زملائي وليست معي. شخص يعمل كسائق قاطرة، جاء بألم وحكة في منطقة الثدي لديه، وبعد أخذ قصته الطبية وفحصه اكتشفوا أنه يعاني من مرض سرطان الثدي. طبعا الذكور أيضا معرضة لهذا السرطان، خصوصا إذا كانت تعاني من الوزن الزائد. والمزعج أنه كان في مرحلة متأخرة من السرطان، ولم يأتي للمشفى إلا بعد تفاقم حالته، وقد انتشر السرطان في أكثر من منطقة في جسدها، وما يعرف بالميتاستاز. المهم، بعد أن خرجت الفحوصات اتصلوا عليه ليخبروه أن يأتي للمشفى حتى يخبروه بمصابه وما يجب عليه أن يفعل حتى يبدأ بعلاجه. يعني لا يريدون أن يخبروه ذلك عبر الهاتف. ووقتها كان الشخص يقود شاحنة، وتعرفون أغلب السائقين يكونون عصبيين. فحاول الطبيب إقناعه بالقدوم إلى المشفى ليخبره بما معه، ولكن الشخص أصر على أن يخبروه عبر الهاتف دون أن يأتي إلى المشفى. فرفض الطبيب، فبدأ هذا الشخص يشتم الطبيب ويشتم المشفى، وطلب من الطبيب ألا يتصل به مجددا وإطلاقا. حينها قال له الطبيب عبر الهاتف، أنت مصاب بالسرطان وفي مرحلته المتأخرة، ويجب أن تأتي إلى المشفى. ولما حضر المريض إلى المشفى وبعد أن بدأ بعلاجه، مات بعد شهر من ذلك. يعني كيف تكون الدنيا صغيرة، وكيف تكون مصارع السوء. يعني دخل بحكة بسيطة في صدره فمات بعد شهر، وكان له طفلة لم تكمل عامها الخامس، اللهم ارحمه وموت المسلمين، اللهم آمين. نخرج من الجو الحزين وسؤال آخر، هل تعرف تطبخ؟ صراحة وسط، يعني لا أذكر أن شخص أعجب بطعامي، ولكنه يؤكل يعني. لدي خوف كبير من الصراصير، حتى أنني لا أستطيع قتلها وأهرب من الصراخ من المكان الموجودة فيه. هل هناك طريقة للتخلص من هذا الخوف أو زيارة الطبيب؟
يعني من المؤكد أن لدى البعض فوبيا من أمور معينة، مثلا الخوف من المرتفعات، الخوف من الأماكن الضيقة مثل المصعد وأمور كثيرة أخرى، ولكن لعلاج أي فوبيا يجب أن تتعلمي أكثر عما يخيفك، وبالتالي سيصبح الخوف منه أقل. على مستوى خوفك من الصراصير، أدرسي عن صفاتهم، تشريحهم، كيفية التعامل معهم، هكذا أعتقد سيقل خوفك منهم. أفلامك المفضلة، يعني تعجبني أفلام الخيال العلمي بشكل عام. حط لنا فيديو عن المراهقة بصفة عامة، أحس حالي ضايعة هالفترة، يعني أنصحك بهذا المقطع. كنت يوما مارا بسيارتي في إحدى المناطق المرتفعة في مدينة طرابزون. أوقفت السيارة جانبا وأخذت أنظر للمكان من تحتي، وسألت صديقي: كم تعتقد يوجد من البشر هناك؟ كم تعتقد من المشاكل والهموم يوجد في ذلك المكان؟ قال صديقي: ربما الآلاف. قلت له: لكن هنا الآن لا نسمع سوى الصمت ولا نرى سوى الجمال، فأين مشاكلهم وهمومهم؟ لا أسمعها ولا أراها. فمشاكلك وهمومك لك وبك وعليك، ولا يكترث بها أحد سواك. كم معدل الكتب التي تقرأها سنويا؟ عشرات الكتب، لا أعرف صراحة، يعني ما بين الكتب التي أسجلها لكم على تطبيق ستوريتيل، ما بين الكتب التي أطالعها بشكل شخصي، ما بين الكتب الطبية والعلمية. يعني القراءة مهمة، أنصح الكل أن يقرأ ويطالع خارج المنهاج الدراسي الذي لديه. كل عام وأنتم بخير دكتور، وأنتم بألف خير. اللهم إنا نسألك عيشة تقية وميتة سوية. اللهم لا تأخذنا فجأة ولا تهلكنا بغتة. اللهم إنا نسألك العفاف والتقى والغنى، ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء في دينك. يا مقلب القلوب، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ودمتم في أمان الله.